Okay, listen to three geometry. Tani درس عندنا في الفترين السنة دي هو systems of measuring angles. يعني أنا طول عمري لغاية ما خلصت مثلا قول تاني عدادي مثلا بقول الانجل مثلا measure of angle A equal 60 degree. هل في طريقة تانية للميجرينج انجل؟ هنشوف في الدرس ده هو ايه هي السيستمز الانظمه. alright يلا الاول قبل ما يقول لي النظام الجديد اكد عليا من الاول ايه هو النظام اللي اتعلمناه لغايه تاني اعدادي بنقول ديجري. دخلنا في تالت اعدادي كنا بنقول في حاجه اسمها ديجري ومينت وسكند. ايه هما دول؟ دول اسمهم ديجري ميجر سيستم اوف ميجرينج انجل. فبيقول لك ايه؟ وي هاف نو ذات ذا ديجري ميجر، الديجري ميجر سيستم اللي خدناه لغايه التالت اعدادي بيتقسم لايه؟ از ديفايدد انتو ديجري ومينت وسكند. بمعنى ان انا ممكن اقول measure of angle A equal 70 degrees 18 minutes 34 seconds. ايه هي العلاقة بينهم؟ قال ال 1 degree equal 60 minutes وال 1 minute equal 60 second. ده النظام اللي خدناه لغاية ما خلصنا تالت اعدادي واسمه degree measure system. هل في نظام تاني؟ في نظام تاني هناخده النهارده اسمه ايه؟ راديان ميجر سيستم. ايه هو راديان ميجر سيستم؟ قال ذا راديان ميجر اوف، وعايزك تركز قوي على سنترال انجل، اوعى يضحك عليك ويجيب لك انسكرايبد انجل. طب لو جاب لي انسكرايبد انجل اعمل لها تايمز 2 يبقى سنترال انجل. ليه؟ لاني the measure of the central angle equal to times measure of inscribed angle. فلما نجيب الراديان ميجر هيقول لي the radian measure of the central angle وسماها سيتا راديان، خد اول ثلاث حروف اللي هي الار اي دي، بس مش هنقراها سيتا راد، انا ما بحبش كلمه يقراها سيتا راد، احنا هنقولها سيتا راديان ونبقى فاهمين هنكتب اول ثلاث حروف. ايه هو السيتا راديان بقى؟ ماشي، ايه هو السيتا راديان؟ يلا، سيتا راديان ايكوال ذا لينس اوف ذا ارك ويتش ذا سنترال انجل سبتندس، يعني هنجيب الارك لينس الاول اوفر radius اوف ذا سيركل، اوفر radius اوف ذا سيركل، يبقى سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار. ماشي، سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار، ال ايكوال لينس اوف ذا ارك، اوفر الار هي الراديوس اوف ذا سيركل. يبقى دي العلاقه الاساسيه اللي بتعرف لي التعريف بتاع راديان ميجر اوف ذا انجل، هو سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار. طب لو عملت كروس مالتيبليكيشن يبقى ال L equal سيتا راديان تايمز R. طب ال R L over سيتا راديان، يعني أنا ممكن أجيب السيتا راديان إزاي؟ ممكن أجيب ال R كلينس L إزاي؟ ممكن أجيب ال radius of the circle إزاي؟ سيتا راديان لازم يبقى عندي L و R، يبقى سيتا راديان equal L over R. طب لو أنا عايز ال L اللي هو length of the arc يبقى سيتا راديان تايمز R. طب لو أنا عايز ال R يبقى L over سيتا راديان، ال اوفر سيتا راديان. ماشي، طيب دلوقتي انا عندي نظامين تو سيستمز اوف ميجرينج انجل. سيستم قديم خدناه قبل كده اسمه ديجري ميجر سيستم،
سيستم جديد خدناه النهاردة اسمه راديان ميجر سيستم. أأكد تاني، راديان ميجر سيستم هو عبارة عن ريليشن بين حاجتين، لينس اوف ذا ارك اوفر راديوس لينس، يبقى سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار. طيب عايز بقى اعرف دلوقتي ايه العلاقة بين الاثنين دول، ريليشن بتوين ديجري ميجر سيستم اند راديان ميجر سيستم. بص كده، قال لو انا في القديم في الديجري ميجر سيستم وقست الميجر بتاعت السيركل كلها هتلاقيها 360. طب بالباي بالريديان، اقول لك انا بالريديان، سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار، ال ال كلها هو اللينس بتاع الارك هو السيركمفرنس 2 باي ار، طب اوفر الار يبقى اتبقى 2 باي، يبقى السيركل كلها بالديجري 360 بالراديان 2 باي 360. يعني معنى كده ان 360 ديجري ايكوال 2 باي راديان. طب اعمل كده ديفايد باي 2، اعمل ديفايد باي 2 مين؟ ما انا بقول لك اهو 2 باي ده بالراديان، 360 بالديجري اعمل ديفايد باي 2، يبقى الباي راديان لوحدها قد 180 بالديجري، يبقى انا لو عندي الاكس بالديجري اوفر 180 ديجري، طب لو عندي السيتا بالراديان اوفر الباي، يبقى كل اكس ديجري اوفر 180 ديجري كل سيتا راديان اوفر باي. يبقى هنطلع من الجزء ده هو لغايه دلوقتي بملخص كالاتي، اول حاجه ايه هو ذا راديان ميجر، سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار، سيتا راديان ده الميجر اوف ذا سنترال انجل، ال اللي هو الارك لينس، ار الراديوس اوف ذا سيركل. عندي نظامين ديجري ميجر سيستم وراديان ميجر سيستم، نلخصها بطريقه سهله، نقول الباي راديان اد 180 ديجري، يبقى كل اكس ديجري اوفر 180 ديجري، سيتا راديان اوفر باي، دي ريليشن بتوين ديجري ميجر سيستم اند راديان ميجر سيستم، كل اكس ديجري اوفر 180 ديجري كل سيتا راديان اوفر. يلا ايه اللي قلناه لغايه دلوقتي؟ احنا قلنا بس هي رول مهمه جدا اللي بتعرفنا يعني ايه راديان ميجر سيستم، سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار. ايه هو سيتا راديان؟ ماشي، ذا راديان ميجر سيستم اوف ذا سنترال انجل، وبركز قوي على سنترال انجل، اوعى يديلك انسكرايبد انجل. سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار، يبقى سيتا راديان هو راديان ميجر ايكوال لينس اوف ارك اوفر راديوس لينس. تمام، بعد كده قلنا الباي راديان ايكوال 180 ديجري، دول قلناهم لغايه دلوقتي، سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار والباي راديان ايكوال 180 ديجري. لكن عندنا ملاحظتين مهمين في كده، اول ملاحظه، يلا الملاحظه الاولى بتقول ايه بقى؟ ريمارك 1، تو كونفرت للتحويل from degree measure system to radian measure system، يعني هيدين الانجل بالديجري احولها للراديان، ايه الرول بتاعتها؟ سيتا راديان ايكوال اكس ديجري تايمز باي اوفر 180. طب تعال نقولها بالاكزامبل، يلا اكزامبل، convert 30 degrees to radian measure system in terms of باي، يعني ما تعوضش عن باي خليها زي ما هي، يبقى انا عندي ديجري اهو وعايزه بالايه؟ بالراديان. طب يلا الرول قالت ايه؟ سيتا راديان ايكوال اكس ديجري اوفر باي تايمز 180 اللي انا حاططها لك في المربع الاصفر اللي فوق ده. طب الاكس ديجري مدهاني ب 30 تايمز باي اوفر 180، خلاص عملنا لها سيمبليفاي على الكالكوليتر طلعت باي اوفر 6. لو ما قاليش ان ترمز اوف باي هكتب الباي اوفر 6 وادوس على الاس دي يكتبها لي بالديسمال. ده اول ريمارك ازاي احول من ديجري لراديان. طب تعالى العكس بقى، ريمارك 2 بتقول ايه؟ تو كونفرت فروم راديان ميجر تو ديجري ميجر، يعني انا مديني الانجل بالراديان وعايزها بالديجري، يبقى الاكس ديجري ايكوال سيتا راديان تايمز 180 اوفر باي، اكس ديجري ايكوال سيتا راديان تايمز 180 اوفر باي. تمام، شوف ازاي هيبقى مدهاني بالراديان واجيبها بالديجري. يلا الاكزامبل،
حول لي convert 1.2 radian to degree. أنا مديها لك هو بالراديان واحسبها لي بالدجري. يلا نكتب الرول اللي موجودة عندنا في المربع الأصفر. x degree equals theta radian times 180 over pi. الثيتا راديان مدهاني في المسألة ب 1.2 راديان تايمز 180 اوفر باي. مالكش دعوة تقول لي ان انا اعوض عن الباي بكام، اكتبها زي ما هي على الكالكوليتر. 1.2 تايمز 180 اوفر شيفت اللي فوق ده هي وباي عشان تكتب الباي، تطلع بالديسمال، دوس على الكما كما كما دي اللي فوق تطلع بالديجري والمينت. يبقى انا كده حولتها من راديان لديجري. يبقى انا ايه الرولز اللي قلتها لغايه دلوقتي؟ سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار، ده اول رول. الرول الثانيه ازاي احول من ديجري لراديان؟ سيتا راديان ايكوال اكس ديجري تايمز باي اوفر 180. ازاي احول من راديان لديجري؟ الاكس ديجري اوفر ايكوال سيتا راديان تايمز 180 اوفر باي. علشان ما تنساش دايما ساعه ما تقول اكس ديجري اوفر 180 دايما ساعه ما تقول سيتا راديان اوفر باي. طب انت عملت x degree over 180 يبقى فوق اعمل times باي. طب لو عملت سيتا راديان اوفر باي يبقى فوق اعمل times 180. دول التحويلين اللي عندنا بالاضافة للرول الاولى. طيب يبقى انا عندي سيتا راديان بجيبها بطريقتين على فكرة. سيتا راديان اما يديني ال L وال R واقول له سيتا راديان equal L over R، او يديني ال X بالدجري واقول له سيتا راديان ايكوال اكس ديجري تايمز باي اوفر 180. ادي طريقتين يجيبوا السيتا راديان. اما الاكس ديجري لازم يبقى عندي سيتا راديان عشان احولها للديجري. That's right. اوكي نقول الاكزامبل اللي بعده. يلا ماشي. بيقول لي the measure of an angle of a triangle is 60 degrees and the measure of another angle is pi over 4. Find the radian measure and the degree measure of the third angle. عندي triangle موجود فيه angle 60 degrees موجود فيه angle pi over 4. استنى استنى، انا عارف من الرولز بتاعت رابعة ابتدائي صدقني ان sum of the measures of the interior angles of a triangle equal 180 degrees. حلو، عندي angle 60 degrees وعندي angle تانية باي over 4، ايه حكايتها دي؟ لا، ما انا قلت لك اول كلام ان الباي radian equal 180 degree. يبقى انا علشان يبقى two angles بالdegrees وانا اصهم من ال 180 لازم احول الباي راديان ده هي لديجري. احولها ازاي؟ يلا كده معايا. يبقى باي اوفر 4 ايكوال 180 اوفر 4 ايكوال 45 ديجريز. يبقى انا الثانيه بالديجري ميجر سيستم بقت 45، الاولى ب 60. اقدر كده اجيب الثالثه سهل جدا ان ديجري ميجر. يبقى the degree measure of the third angle التلاتة قلنا كام؟ 180. ننقص منها الاثنين اللي هي ال 45 اللي احنا جبناها بتاعت باي اوفر 4 وال 60 اللي عندنا من الاول. يبقى the degree measure of the third angle 180 minus 45 plus 60 equal 75. لغاية كده انا جبت the degree measure of the third angle، احولها للراديان. يبقى the radian measure of the third angle هي انا هحول ال 75 اللي عندي بالديجري احولها للراديان. طب ما الرول احنا قلناها equal x degree over by times 180. ال x degree عندنا ب 75 ماشي times by over 180 تطلع 1.3 radian. يبقى انا كده جبت الانجل الثالثة بالديجري وبالراديان. بالديجري نقصتها من 180 بس الاول حولتها للايه؟ للديجري. للراديان حولت الناتج للراديان. يبقى عندي الانجل بالديجري. يلا نقول الاكزامبل ده هو. يلا والاكزامبل ده فيه المقلب اللي انا قلت عليه كم مره، انا هقراه كده يا رب حد ياخد باله فين المقلب هنا. The radius length of a circle equals 4 cm. The inscribed angle ABC
of measure 30 degrees is drawn in it. Find the length of the smaller arc AC. عارفين فين المقلب؟ المقلب في inscribed angle، لأن احنا قلنا theta radian دي لازم تبقى central angle. يبقى أنا عندي radius length بتاع circle equal 4 centimeters. ماشي؟ طب يلا، يبقى أول حاجة أنا بوضح لك هو radius length of the circle r equal 4 centimeters. الحاجة الثانية measure of the central angle subtend the arc AC equal 2 times the inscribed angle. ليه؟ لأن central angle at the inscribed angle مرتين، فيبقى subtended arc AC يبقى لازم أجيب central angle 2 times 30. يبقى عندي الR بفور وعندي الانجل اللي سنترال انجل ب 60 دجري. هل كده اقدر اجيب اللينس اوف ارك؟ لا لا لا. ليه؟ لان اللينس اوف ارك ال ايكوال سيتا راديان. شايف؟ ماشي. بص كده، اللينس اوف ارك سيتا راديان تايمز ار، فلازم الاول اجيب السيتا راديان. انا عندي الاكس بالدجري، ما تنفعش. The measure of the central angle علشان اجيب ال L لازم تبقى سيتا راديان، فاللي طلعت عندي 60 ده بالديجريز، عملنا لها x times باي اوفر 180، يبقى 60 times باي اوفر 180 simplify طلعت باي اوفر 3. كده بقى اقدر اجيب ال length of the arc اللي هو ال L equal سيتا راديان times r، سيتا راديان اللي هي باي اوفر 3 اللي احنا جبناها فوق ده هي times ال r اللي هي فوق 4 اللي عندنا، radius length اللي اجيبها انا 4 اهي مدهاني في المساله، يبقى ال L theta radian times r يبقى باي اوفر 3 times 4، يبقى length of the arc equal 4.19 سنتيمتر. ده ال arc length AC. تمام؟ 4. alright example اللي بعده من اصعب الامثله الحقيقه في الجزء ده. هو مديني الشكل قبالنا ده مرسوم، جه في المسألة هو مرسوم بيقول لي A, B and A, C are two tangent segment to circle M. يعني ال A, B ده tangent وال A, C tangent to the circle M. وإداني measure of angle C, A, B equal 60 degrees. وإداني given A, B equal 12 centimeters. Find to the nearest integer the length of the greater arc AC. ايه المنظر اللي قدامي ده؟ هو علشان اجيب اللينس، خلي بالك بقى مش السمولر ارك اي سي كمان، لا ده انا عايز الجريتر ارك. يعني انا عايز كام حاجه بقى؟ الميجر بتاع السنترال انجل اللي هي ريفلكس انجل اي ام بي، ريفلكس انجل علشان هي دي اللي سبتندد ذا جريتر ارك. طيب هعمل ايه بقى عشان اقدر اوصل لاهم نقطة في الدرس ده؟ ان انا اعرف الـ radius length of the circle. ازاي اجيب الـ radius of the circle؟ لازم اعمل حاجة اسمها construction join AM، لان AM ده هو اللي هيحلل المشكلة كلها في المسألة دي. خلي بالك المسألة دي صعبة جدا. طيب لما وصلت AM ايه اللي حصل؟ بص كده، انا هاخد لك الترينجل ده بره، ادي الـ AM لما اوصله. بص كده، طيب مين ده بقى؟ ادي الـ AM لما وصلته. حلو. الـ AM عمل ايه بقى؟ اسملي الانجل CAB ده هي، وانا عندي من الاول AB ب 12 والـ BM ده radius والـ AM ده 2R. ليه؟ لأن الأنجل CAB اللي هي 60 لما توصل AM أسمتها 30 و30، فبقت MAB 30 degrees. فين الكلام ده؟ in a right angle triangle. ليه؟ مين قال إن الـ B ده right angle؟ لأن الـ AB tangent والـ MB radius والانجل بين التانجنت والريديوس ايكوال 90 ديجريز. تمام، يبقى الـ ABM 90. طيب والانجل MAB 30 لان الـ AM عمل divide bisect، عمل bisect قسم
الانجل سي اي بي ل 30 و 30، فبقى عندي رايت انجل ترانجل وفيها انجل 30، يبقى السايد اوبوزيت تو ذا انجل اوف ميجر 30 ايكوال هاف الهايبوتينيوز. طب مين اللي قبال ال 30 اللي هو الام بي اللي هو الراديوس اوف ذا سيركل؟ طب الراديوس اوف ذا سيركل هو اللي قبال ال 30، يبقى الهايبوتينيوز اي ام ايكوال تو ار، يبقى اللي قبال ال 30 ده ار، الهايبوتينيوز قد اللي قبال ال 30 مرتين تو ار، لان ذا سايد اوبوزيت تو ذا انجل اوف ميجر 30 ايكوال هاف ذا لينث اوف ذا هايبوتينيوز. طيب لما اللي قبال ال 30 يبقى ار، يبقى الهايبوتينيوز تو ار، يبقى انا عملت رايت انجل ترانجل اهو اي بي ام، في سايد اي بي 12 وفي بي ام ار والهايبوتينوز 2 ار. طب تعالوا نطبق عليها بيثاغورس سيرم على مين؟ ميجر اوف انجل ام اي بي 30 وبي ام 12 بي ام سوري بي ام اللي هو الار والاي ام 2 ار وعندي اي بي 12، يبقى ان ذا رايت انجل ترانجل اي بي ام. زين الهايبوتينيوز سكوير at the sum of the lengths of the other two sides. الهايبوتينيوز هو الـ AM اللي هو 2R سكوير equal R سكوير plus 12 سكوير، هعمل للـ 2R سكوير يبقى 4R سكوير، وأنقل التانية دي الناحية التانية يبقى أدي 4R سكوير minus R سكوير يبقى 3R سكوير equal 12 سكوير اللي هي 144، أعملها divided by 3 وأجيب لها السكوير روت تديني الـ R equal 4 root 3. يبقى أنا كده بالطريقة دي قدرت أجيب الـ radius length of the circle. طيب بعد ما قدرت أجيب الـ radius length of the circle، ما أنا بقول لك أنا أقدر أجيب الميجر بتاع الـ angle CMB، بس لو اشتغلت على الـ angle CMB هجيب كده length of the minor arc BC، لكن أنا عايز أجيب الـ major arc. الأول جبت الـ angle سي ام بي ازاي؟ الاربعه دول بص كده في الرسمه اللي فوق اي بي ام سي 360 نقصت منها 90 و90 و60. مين ال90 و90 دول؟ التانجنت والراديوس انجل بي 90، التانجنت والراديوس انجل سي 90، انجل اي 60 في الكوادرلاترال قدرت اجيب الانجل سي ام بي 120. لا انا عايز الاكس ديجري اللي هو الديجري ميجر بتاع الجريتر ارك، فاضطريت اجيب الريفلكس انجل 360 ماينس 120 ايكوال 240. يبقى انا جبت الاكس بالديجري، عايز احولها للراديان، يبقى سيتا راديان 240 تايمز باي اوفر 180، بقى عندي السيتا راديان. عشان اجيب ال عايز يبقى عندي الار جبتها وعندي السيتا ريديان جبتها، يبقى ال ال ايكوال سيتا ريديان تايمز ار، سيتا ريديان 4.19، الار 4 روت 3 ابروكسيميتلي على الكالكوليتر طلعت 29 سنتيمتر. طبعا مساله بشعه واحتاجنا فيها باك جراوند كتير من ثالثه اعدادي، احتاجنا فيها بيثاغورس سيرم، احتاجنا فيها اللي قبال ال 30 ايكوال هاف الهايبوتينيوز، احتاجنا فيها الكوادرلاترال الصم بتاعت الانجل 360، احتاجنا نحول الانجل بدل ما هي سي ام بي اللي هي 120 جبت الريفلكس حولتها للراديان، عملنا سيتا راديان تايمز ار عشان اجيب الارك لينس اوف ذا سيركل. ذاتس رايت كده غطينا كل الافكار اللي عندنا.